السلام عليكم. اليوم عندنا عروسة غير بتحب تتقمص شخصيات الشر والخير، وبتحاول على قد ما تقدر تكون شخصية فير وما تعيش في قالب واحد، أحسن تتحرق. الكل طمعان فيها وممكن تتسرق، مرة تلاقيها شخصية كوميدية ومرة تانية ضاربة بوز ونكدية، مرة توحيلك بأنها متزمتة ومرة تانية تحس إنها عادية، مرة تظهر لك مكسورة ودبلانة ومرة تلاقيها متفتحة ولا وردة ندية. كل اللي ينطلب منها بتعمله بإتقان، بتخاف من جمهورها لو غلطت تتهان، في أدوارها عادي جدا إنها تخون وممكن كمان تتخان. بتقوم بأدوار عديدة، منها المضرة ومنها المفيدة. ولو عرفت عروستنا الجديدة هسلمك ليها، أخليها تجيبك على الحديدة، ده بعد ما تعيش معاها حبة أيام سعيدة. الحق اكتب الحل لو عرفته في التعليق، لأن المخرج مش مساعدها في التدقيق، اضطرت تختار عرسان من اللي معانا في التنسيق. وأشوفكم المرة الجاية ومش عارف هيكون عريس ولا عروسة اللي معايا.